نفذ صحفيون فلسطينيون وقفة احتجاجية داخل مجمع ناصر الطبي تنديدا باستمرار الاحتلال الصهيوني في استهداف الصحفيين، والذي كان آخرهم الزميل الصحفي محمد أبو دية. الزملاء والزميلات، نقف اليوم مجددا لنؤبن شهيدا جديدا من شهداء الحركة الصحفية، شهداء الكلمة والحقيقة التي ظلت هذه الكلمة مهددة بالاغتيال والقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وما كان استهداف الزميل محمد أبو دقة اليوم في مدينة خان يونس إلا استهدافا جديدا لكلمة الحق ولكشف جرائم الاحتلال التي حاولت إسرائيل على مدار 10 أشهر طمس الحقيقة. لكن محمد ومن سبقوه من شهداء الحركة الصحفية ظلوا محتفظين بعهدهم وأمانتهم في إيصال صوت المظلومين والمقهورين في قطاع غزة. هؤلاء الأطفال والنساء الذين يتعرضون إلى القتل والتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إسرائيل مجددا تغتال محمد، ومن قبله اغتالت عشرات الصحفيين، سامر أبو دقة، محمد أبو حطب، الطويل، وحمزة الدحدوح، وغيرهم من شهداء الحركة الصحفية. ونقول للاحتلال الإسرائيلي أنه مهما اغتلتم، مهما قتلتم، مهما فعلتم، فإن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة سيظلوا أمناء على الكلمة، أمناء على الصورة، أمناء على الكلمة حتى زوال الاحتلال. واليوم ونحن نصدم مجددا بزملائنا رفاق الدرب ورفاق المسيرة الذين كانوا بيننا، نفتقد محمد الذي كان مثالا للأخلاق وللأدب الجم وللالتزام الوطني والمهني في أداء رسالته المهنية في إيصال صوت الحقيقة إلى العالم أجمع. إسرائيل على مدار 10 أشهر حاولت منع كل الصحافة الدولية والعالمية من الوصول إلى قطاع غزة من أجل منع الحقيقة، لكن الزملاء، جميع الزملاء والزميلات في غزة كانوا أوفياء وكانوا أبطالا وكانوا أمناء على الكلمة، واستطاعوا أن يوصلوا كلمة الحق والصورة والكلمة إلى العالم أجمع الذي ثار ضد العدوان الإسرائيلي في كل بقعة وفي كل بلد من بلدان العالم. اليوم نودع محمد ونعاهده ونعاهد من سبقوه من الشهداء بأن نظل أمناء على الكلمة وأمناء للحقيقة، مهما اغتالوا ومهما استهدفوا الصحفيين سواء في الميدان أو بين عائلاتهم، سنظل أمناء وأوفياء حتى زوال هذا الاحتلال وهذا العدوان ونهاية هذه الكلمة. نرجو من جميع الزملاء والزميلات بقراءة الفاتحة على روح الزميل محمد، وخلع هذه السطرة الصحفية كرسالة احتجاج أمام العالم أجمع على الممارسات العدوانية بحق الصحفيين في قطاع استهداف الصحفيين. للأسف إخوة الصحفيين والمصورون دائما يتعرض للاستهداف، سواء كان مباشرة أو استهداف مثلا عائلات الصحفيين، مثلا يكون في مربع مستهدف يستشهدوا زملاء لأن عائلاتهم كلهم. آخرهم كان اليوم الزميل محمد أبو دقة، يعني كان في منطقة مش خطرة أصلا، يعني منطقة آمنة تعتبر. تفاجأنا إنه كان هناك بغطي في النازحين، الناس اللي ممكن ترجع وتروح وتتفقد أغراضها. تفاجأنا إنه طائرة استطلاع أطلقت صاروخ زنان عليه واستشهد. يعني للأمان يعني إحنا القلب حزين، موجوعين كثير، لأنه إحنا فقدنا كثير كثير زملاء. حمدان حمزة الدحدوح، مصطفى طرية، أخي محمد ردقة، في تقريبا من فوق 162 صحفي. فإحنا كل يوم بنفقد زملاء لنا، وهاي إحنا بنطالب المؤسسات الحقوقية، بنطالب بالاتحاد المصورين، بنطالب كل الصحفيين والنقابات الدولية إنها تقف وتوقف هذا العدوان ضد الصحفيين.